معنا اليوم هذا اللقاء مع الطالب عزام بن محمد الجهوري المقيد بالصف التاسع من مدرسة جابر بن عبد الله الأنصاري بولاية سويق، حيث يتميز هذا الطالب بالعديد من الابتكارات والاختراعات العلمية في مجال الروبوتات. كيف كانت بدايتك؟ أولا قمت بتفكيك لعب الأطفال والبالية وأخذ قطع منها مشكلا جهاز جديد. جهاز ابتكرتها أولها جهاز سونار، حيث قمت بتركيب مجسة موجات فوكس صوتية على محرك لكي تبعث موجات فوكس صوتية وتستقبلها بعد ارتدادها من جسم أمامه محددة المسافة والزاوية، ووضع صورة ثنائية الأبعاد على شاشة. والجهاز الثاني هو مقياس لمستوى المياه في الخزان، حيث يكون بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف عند وصول خزان المياه لكمية معينة. والجهاز الثالث هو جهاز ابتكرته من أجل التسلية، وهو عبارة عن سيارة تكون بالتحكم بها عن طريق الهاتف. من خلال ملاحظة لشغف الطالب أثناء تنفيذ التجارب العملية في المختبر المدرسي، بإشراك الطالب في مسابقة التنمية المعرفية قسم المشاريع، وأيضا شارك في الفعالية التي نفذت في المدرسة ونفذتها أسرة العلوم في فعالية نحب العلوم. طبعا موهبة عزام لاحظتها خلال وجود ألعاب إلكترونية في البيت، سواء ألعاب اللي هي الأطفال سواء بريموت أو غير ريموت، يقوم بتفكيك هذه الألعاب على شكل قطع صغيرة على أساس يبتكر شيء جديد، يعني يشوف مثلا حركة اللعبة هذه من وين تتحرك على أساس أنه يبتكر شيء ما تطويرها. بل ابتدع عزام فيها في عمل فك القطع الصغيرة عمل الإلكترونيات كأجزاء من الإلكترونيات، هذه لابتكار شيء ما. قام عمه سيف سليمان جهوري كونه أنه مهندس في هذا المجال بتعليمه نظام أو برنامج الأوردينو، فطبعا هو عاد جلس يطور هذا الفكر لحد ما ابتكر عدة ابتكارات، منها طبعا الرجل الآلي والسيارة، وفي مقياس خزان الماء الآن على وشك إن شاء الله أنه يخلص فيه. برامج رعاية الطلبة الموهوبين تهتم بتوفير البيئة التعليمية المناسبة لتنمية قدرات الفرد ومواهبه، ولذلك فإن البرامج التعليمية المؤهلة في تنمية الأداء الموهوب وارتفاع الإنجازات العلمية والجودة الممتازة هذا ما يتميز به الحقل التربوي من تجارب.